بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل مساء الكل بأجمل العبارة سأحكيها وأولي بمباراة الهتشكوكية التي تجمع بين الكتيبة المدريد والبرشلونة. مساء الفل مساء الكل، معكم المعلق حسين الملقب بحمص بمدينة سيدي بنار. سأبدأ بالتشكيلة التالية في حراسة المرمى، ما فيش كلام، كرة هو والبقية على الكتيبة المرقلة ريال مدريد، ما فيش كلام، بيبي والبقية، راموس باصير القامة، مارسيلو كارفاخال في الهجوم، عفوا في الرواق الأيمن، ما فيش كلام، لوكا مودريتش، كازيميرو وطوني كروس في الهجوم، جاريت بيل، كريم بنزيما، رونالدو للكتيبة الحراسة المرمى، ما فيش كلام على برشلونة، تير شتيغن والبقية، جيرات بيكي، ماسكيرانو، وجوردي ألبا، وداني ألفي شقيق الأبليس في وسط الميدان، تشافي ونيستا وما فيش كلام على الراكيتيش اجمل الامانه وسط الميدان الكتيبه البرشلونه، ما فيش كلام على ميسي وسواريز ونيمار دا سيلفا. نبدا على التشكيله التاليه، امشي كره واحده اثنين تمر، كره كارفاخال اختير يا سلام تمر باجمل الحكايه، وكره اختير وهرب راكيتيش، وكره ميسي ربش تشد وميسي وزع ويا يا يتمر جنبيه على القايم الارض صار على الكتيبه كورتوا، وترجع كره مدريديه، وكره رونالدو رونالدو صدد ويا يا يا سيدا، شنو هذا باجمل الكتيبه على الكتيبه المدريديه، ترجع كره ميسي وميسي راكيتيتش وتشافي لنيستا ونيستا نمشي تشد ونيستا يسدد جول، هدف ولا اروع ولا اجمل. نقدر نقول من هذا المرمر مباراه 5000 متفرج خلق العجب العجب، نقدر نقول جوهرة الارجنتين ليوني ميسي قصير القامة لاعب ماكير ما بين متر 75 حتى المتر 98 لاعب كبيرة، تشي كورة ليمان لبعت على المساندة هذا راكيتيش لبعت على اليسار خطير وتمر جانبية على القائم الأيسر على الحارس الكبير كورتوا وشكرا. الاسم كريم حسن ملقب به حمص، نسب مرجي مدينه سيدي بنور. بالنسبه لهذه الموهبه ديال التعليق كوني كنت لاعب سابق لكره القدم، والموهبه تعطاش مع الوقت حيت كنبقى نتفرج في التيلي بزاف، كنبقى نتفرج في جميع المعلقين جميع الدوريات، عزيز عليا الكره بزاف، وبالنسبه لهذه الموهبه اكتشفتها مع الوقت، وليت كنتقنها مع الوقت مع الدراري كيكونوا في نهائيات رمضانيه ولا نهائيات دوريات، كنمشي كنعلق لهم، كاين هذه وليا كنعلق لهم في النهائي، اخر نهائي علقت لي دابا هنايا في واحد الدوار سميتو السب ديال المعارف، الفريق اللي انا جيت معطل كانوا منهزمين رابحين بواحد مقابل صفر، بعد ما جيت ماركوا 10 البيوت حفزتهم بزاف، التعليق ديالي كيعطي واحد الانسجامية اللاعبين. القدوة ديالي عبد الحق الشرار، كونه من الدولة ديالي ومن المغرب، معلق كبير من طراز الرافع، هو ما واخا نادوا عليه شحال من إذاعة ما بغاش يمشي ليها، وبقى في هنا في المغرب في قناة الأولى. عصام الشوالي قدوة كبيرة ومعلق كبير من طراز الرافع، شاعر بمعنى الكلمة، وكيتبعوا حفيظ الدراجي ورؤوف خليف. عادي جدا هذاك الشيء ديال الكره، هذاك الشيء ديال المشاكل الكرويه، هذاك الشيء كيبقى بيناتهم. اش غنقول لك اخويا، الحلم ديالي اخويا واخا تكون غير شي راديو يكون حتى هو ديال الرياده، ما كرهش نعطيه الصوت ديالي ونعلق ليهم، وهذا الشيء اللي كنطلب من المسؤولين ديال الرياده. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.